السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح عليكم كل خير مشاهدين ومستمعين قناة ريان. يوم جديد وحلقة جديدة تجمعنا وياكم في برنامج صباح رباح. يوم جديد يستقبلنا بالنور والسرور، يحتاج منا أن احنا نستقبله بكل تفاؤل وسعادة. صباح الخير يا حسن. صباح النور والسرور يا خلود، ويا هلا مشاهدينا، وجعل صباحاتكم كلها خير وسعاده وعلى هالصباح الجميل اللي شق نوره في السماء واذن لنا بالسعي كل بيمسك وجهته. وجهتنا اليوم في الصباح رباح بنتابعها مع مناديبنا اللي بياخذونا وجهه بيئيه من خلال جوله في مشتل المطار، وعندنا وجهه اللي هي خاصه بالصحف، وايضا وجهه تعليميه مع مشاريع طلابنا بنشوفها ان شاء الله، واللي بنستقبل منهم طالبتين بيشرفونا في استديو صباح رباح لهذا الصباح. وبالإضافة إلى أن بتكون معنا اليوم فقرة إضافية، أو خلينا نقول أولى فقراتنا الرياضية اللي بتكون خاصة بس لبرنامج صباح رباح، عشان تكون حياتنا كلنا أو تكون أسلوب حياتنا كلنا صحي، بنتعرف فيها على تفاصيل كثيرة مهمة ومفيدة إن شاء الله بإذن الله. وخلونا مشاهدينا نشوف مناديبنا ايش عندهم لهذا الصباح، ونبدأ مع زميلتنا دعاء الفياض. صبحت الله بالخير يا دعاء. صبحت الله بالخير يا حصة، وصبحت الله بالخير خلود، صبحكم الله بالخير مشاهدينا. اليوم جولتنا معاكم بتكون في فندق الجسرة واللي يتبع مجموعة فنادق سوق واقف. طبعا بطلع معاكم من مطعم السمبوك، ومثل ما انتم شايفين الاجواء هني تتميز بالفخامه مثل ما قلنا من قبل، غير ان الاجواء تاخذنا في رحله بحريه يمكن مع هاي اللآلئ واللون الازرق اللي فوق، يعني الواحد يسبح بخياله شوي، ويمكن انا سبحت بخيالي وايد، وحتى مع مقدمتك حصه اللي هي عن نور الشمس رحت بالخيال بعيد، يعني يمكن وصلت حق ابائنا واجدادنا لما كانوا في رحلات الغوص على لولو. عموما اليوم بيكون معاكم في طلعتين ان شاء الله باذن الله، الاولى بقرا معاكم الصحف، والثانيه ان شاء الله بيكون طبق من الاطباق المميزه اللي دائما اقول حق مشاهدينا اذا كنتوا حابين تعرفون الطبق وتكتبون مكوناته وطريقته خلكم تابعونا لنهايه الحلقه. ان شاء الله متابعينك يا دعاء، ونشوف جديدك اكيد راجعين لها. ومن سوق واقف بنروح لجامعه قطر عند نديبنا حمد الفياض. صباح الخير، قول لنا شنو عندك. صبحكم الله بالخير خواتي في الاستديو، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. طبعا مثل ما تفضلتوا احنا متواجدين في المبنى النشاط الطلابي لجامعة قطر في مسابقة اسمها مسابقة البيرق اللي نظمها مركز المواد المتقدمة اللي هو الكام. هذه المسابقة كانت عبارة عن زيارات للمدارس، اعطائهم بعض الدورات في وجود مواد كيميائية واختلاطها مع بعض اللي سموها المركبات او الكومبوس. معانا شباب قطريين اليوم سووا تجربة جميلة فيها مفاجآت، بتكون من خلال فقرتنا إن شاء الله بتكون في تجارب ومفاجآت، انتظرونا. شكراً وإن شاء الله راجع لك. إن شاء الله. هذا حمد من جامعة قطر، والحين نروح للزميل أو النديب عبد الرحمن المري اللي بياخذنا في جولة في مشتل المطار في منطقة المغولينة، يطلعنا أكثر على تفاصيل هذه الطلعة. صباحك الله بالخير أخوي عبد الرحمن. صباح الخير والسعادة حصة وزميلتنا خلود، صباح جميل على كل من يشاهدنا عبر شاشة قناة الريان. في إطار جولتنا الأسبوعية مع وزارة البلدية وحملة كلنا نشوفك، اليوم بإذن الله تعالى راح نطلع عليكم من إدارة الحدائق العامة، وراح نسلط الضوء على مشتل المطار. هذا المشتل يحتوي الكثير من النباتات، راح نسلط الضوء عليه، أهم التجهيزات، أهم النباتات اللي يوزعها مشتل المطار بإذن الله تعالى في إدارة الحدائق العامة في مشتل المطار، فانتظرونا بإذن الله في فقرتنا القادمة. إن شاء الله إحنا في انتظارك، وصباحك إن شاء الله كله خضار وأشجار جميلة. إن شاء الله، ونشكر مناديبنا كلهم، وأكيد لنا رجعة لهم خلال حلقتنا. إن شاء الله أكيد خلود مثل ما تفضلتي، وكعادتنا مشاهدينا بنستهل فقراتنا بعناوين الصحف، وناخذ هالجولة بين جرايدنا مع الزميلة دعاء الفياض. الكلمة معك يا دعاء. هلا بكم مشاهدينا وهلا بكم عزيزاتي، نبتدي معاكم عناوين أو عناوين جرايدنا لليوم. وأولى العناوين عندنا شاركت بمؤتمر الجامعات الجمركية بأذربيجان، الجمارك تحصد أول اعتماد دولي لدبلوم العلوم الجمركية. هذه في الصفحة الاقتصادية لجريدة الراية، وكذلك في الصفحة الاقتصادية خلال افتتاحه دورة بناء القدرات وزير التخطيط قطر الأعلى عربيا في التنمية البشرية. وعندنا في محليات في الراية
ومن العناوين المميزة جدا عندنا اليوم: مواطن يدير مزرعة لإنتاج الطاقة الشمسية لتشغيل الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية، الخالدي للراية، نجحت في تشغيل مكيفات بالطاقة الشمسية. والموضوع بصراحة وايد جذبني، خلوني أقرأ لكم منه بعض المقتطفات. استطاع الباحث الإقطري محمد عبد المحسن الفياض الخالدي تحويل مزرعته إلى مختبر علمي متكامل لتطوير الأجهزة الكهربائية للعمل بالطاقة الشمسية، وكشف الخالدي للراية عن كيفية إنشاء أول مختبر بحثي للطاقة الشمسية في منطقة الثغب، تتم إنارته بالكامل وتشغيل الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون والراديو وأجهزة التكييف عبر الألواح الشمسية. ويؤكد الخالدي أن مشروعه اللي استغرق إنشاءه عدة سنوات يصلح نواة لإنشاء مجمعات سكنية وزراعية وشاليهات سياحية صديقة للبيئة يتم إدارتها بالكامل عبر ألواح الطاقة الشمسية. ويقول: أحلم بتوظيف الطاقة الهوائية والشمسية والاستفادة منها في جوانب متعددة من الحياة، نظراً لتعاظم دور ذلك النوع المتجدد من الطاقة وأهميته في مواجهة تحديات نقص وارتفاع تكلفة الطاقة غير المتجددة. لذلك وجدت نفسي مدفوعاً بدافع الوطنية إلى إقامة هذا المشروع وتطويره. ويضيف: في عام 1992 عندما قررت تغيير مسار وظيفتي، فأنا خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وعملت في عدة وظائف بالمحكمة الشرعية قبل أن ألتحق بوزارة التعليم والعمل في مجال التدريس، إلا أن طموحي كان بلا حدود ودفعني لدراسة الفيزياء والجيولوجيا في مصر سعياً لأن أكون واحداً من مطوري مشاريع الطاقة المتجددة. طبعاً يعني كل التحية للأخ محمد عبد المحسن الفياض الخالدي ويعطيه العافية فعلاً على هاي الجهود، وهي أكبر دليل أن العلم ما له حد وما له عمر. الواحد مهما تقدم فيه العمر وحس أن عنده هاي الرغبة في التعلم والاستفادة والاكتشاف والاختراع والإبداع، أنه هو يسعى ويقدم في هاي المجال. طبعاً الدافع اللي يعني تكلم عنه دافع الوطنية، هو الدافع اللي خلاه أنه هو يعني يبتدي يفكر شلون يستخدم الطاقة الشمسية والطاقة الرياح بحيث أنها طاقات غير ضارة بالبيئة ويعني طاقة متجددة. وهي يمكن خلينا نقول من الأعمدة اللي يعني بنيت عليها رؤية قطر 2030. فنقول له نتمنى له كل التوفيق ونكمل معاكم مشوار عناويننا لليوم. ومن عناويننا كذلك بعد هاي العنوان اللي يثلج الصدر، عندنا في صفحة محليات في جريدة الراية دكتور خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية للراية خطة للنهوض بإنتاج الطاقة الشمسية. وننتقل الآن إلى العرب الاقتصادي. كهرماء تبرم 24 عقداً لمشاريع بقيمة 7.7 مليار ريال. المؤسسة تهدف لتوسعة وتطوير كفاءة شبكات الكهرباء. وفي العرب الاقتصادي، هيئة السياحة تستهدف الدول الأوروبية الناطقة بالألمانية. وكذلك في العرب الاقتصادي، أكوا بارك تدشن فعاليات ترفيهية مع قدوم الصيف، ارتادها 16,000 زائر في أبريل. يمكن هاي دعوة مع دخول الصيف إلى يعني التوجه إلى مثل هاي المناطق الترفيهية، أكوا بارك والبحر وسيلين وغيرها من الأماكن اللي أجواءها صيفية. عندنا في العرب، أخمد حريقا نشب بمستودع مكشوف بالجزيرة، دفاع مدني اللؤلؤة ينجح في أول اختبار عملي له. في صفحة محليات في الشرق، بناء على تقرير خدمات البلدي أشغال، أعمدة إنارة جديدة بمختلف المناطق وتقليل ارتفاعاتها إلى 8 أمتار. وفي محليات الشرق، وزير الثقافة يفتتح ملتقى المغردين الثاني اليوم بحضور إعلاميين ومثقفين ومغردين من قطر والخليج. وفي الشرق في صفحة ملاعب قطرية، الغرافة يحسم الوصافة بفارق الأهداف عن الأخوية، الجيش يتوج بطلا لدور اليد للمرة الثانية. في الشرق في صفحة محلي،
تتنافس على 645 محلاً موزعة على 44 سوقاً بمختلف مناطق الدولة. أسواق الفرجان تتلقى 4524 طلباً وتغلق باب التسجيل للقرعة. وفي صفحة الوطن الاقتصادي، الاقتصاد توسيع مبادرة رمضان، زيادة السلع المخفضة وعدد المحال التجارية. وفي الوطن والمواطن، يستقبل 10,000 مراجع سنوياً. دكتور الصمادي، افتتاح مركز الكرعانة الجديد سبتمبر المقبل. وفي الوطن الاقتصادي، البورصة مستويات تاريخية، ارتفعت بأكبر وتيرة يومية في 8 أشهر ونصف الشهر. وآخر عناويننا في الوطن الاقتصادي، خلال افتتاحه دورة تدريبية لبناء القدرات، وزير التخطيط الأولوية لبناء رأس المال البشري. نكتفي بهاي القدر عزيزاتي وأعزائي المشاهدين، ونرجع لكم في الاستديو. شكرا دعاء على هذه العناوين وهذه الجولة بين جرايدنا. جذبك خبر من الأخبار؟ ملتقى المغردين إن شاء الله اللي بيكون اليوم بحضور طبعا شخصيات قطرية وخليجية وعربية، إن شاء الله بيكون الساعة 4 في كتارة، والدعوة عامة، يعني ممكن أي حد يقدر يروح وياخذ فكره. اكيد اكيد، يعني ما استمر ولا صار للمره الثانيه الا لانه يعني كان يعني اثبت وجوده من ظهوره اللي هو العام 2013. انا والله حبيت يعني الاخبار بشكل عام المنتقى، وجميل انه يعني دعاء القت الضوء ايضا على المواطن اللي يدير المزرعه بالطاقه الشمسيه. حبيت هذا التنوع، هذا الخليط في تخصصاته، في المعارف اللي يعني يعني امتلكها طول هذه السنين، وشلون عزز يعني ايضا من مواهبه على اساس انه يطلع بهذا الانجاز. واليوم بنتكلم عن نوعيه هذه المشاريع وهذه الاختراعات في حلقتنا باذن الله. اكيد ان شاء الله. ومشاهدينا بنطلع معاكم فاصل وبنكمل فقرات برنامج صباح رباح، تابعونا.